الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا رأيت منكرا ثم أنكرت عليه وجاء مرة أخرى وفعل مثل المنكر، هل أنصحه مرة أخرى أم نكتفي بالمرة الأولى؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة الإنكار هي رؤية المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث بتمامه، فقوله فليغيره هذا حكم مقرون بالفاء، وقوله من رأى هذا وصف، فهو حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر عند العلماء أن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف فإن الوصف هو علة الحكم، فعلة التغيير والإنكار هي رؤية المنكر، فكلما رأيت هذا الإنسان يفعل شيئا من المنكرات فقد تحققت فيك العلة الموجبة للإنكار مع القدرة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم من رأى مطلق، وقوله فليغيره أيضا مطلق. والمتقرر عند العلماء أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فإذا هو مطلق في الرؤية ومطلق في الإنكار، فلا يحد لا بالرؤية أول مرة ولا بالإنكار أول مرة ولا بالرؤية ثاني مرة أو ثالث مرة ولا بالإنكار ثاني مرة أو ثالث مرة، وإنما هو مطلق، فكلما رأيت منكرا وتحققت بأنه منكر فالواجب عليك أن تنكر على حسب قدرتك، والله أعلم.